السلام عليكم، رمضان مبارك. انا اسمي عائشة زينب الرابي، ادرس في مدرسة الامل، ابلغ من العمر 6. اعيش في مدينة العزيزة سيد المزيد التي تقع في قلب البلاد التونسية. اكون سعيدة جدا لمشاركتكم يوما من ايام شهر رمضان مبارك. يا غزالة الكون تطل بنودها الدافئ لتمثل مظهر الجمال فوق مسرح الطبيعة. استيقظت من نومي باكرا، غسلت وجهي وأسناني، اخترت من ثيابي أجملها، ارتديت ثيابي بسرعة، ثم ذهبت إلى مدرسة الحبيبة. عند العودة من المدرسة ذهبت رفقة والدي إلى الحقل، فاستمتعت بركوب الجراري، ثم قمنا بزيارة قبر جدتي رحمها الله، ووضعت الماء للطيور، ثم ذهبت مع أخي إلى الملعب. اشتريت خبز الطابونة الذي نحبه كثيرا في شهر رمضان، وهو خبز لذيذ تشتهر به مدينتنا. ساعدت أمي في إعداد الطاولة، كما شاركت عائلتي في صلاة التراويح وقراءة القرآن. الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم ككل سنة قامت عائلتي رفقة مجموعة من أصدقائهم بإعداد قفة رمضان لعدد كبير من المحتاجين، فساعدتهم على ذلك. يوم التوزيع كنت سعيدة جدا رغم الشعور بالتعب، كل يوم أشارك جارتنا التي تسكن بمفردها وجبة الإفطار. عيد مبارك لفلسطين الحبيبة.